السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سوق عراس لنقف على الافتتاح نتاع القطب الجامعي الجديد بالولاية، واللي يعتبر بادرة خير بالنسبة للطلبة. إن شاء الله تكون فيه يعني التطبيق نتاع البرامج الجديدة الجامعية اللي تتماشى مع تحولات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعرفة اللي راهي تعرفها العالم، ويكون فيه يعني يكون فيه مواكبة للتكنولوجيات الجديدة. نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.